العام الماضي 2021، وكانت مذهلة بالفعل للعلماء. دب الماء يحير العلماء من جديد. سبحان الله، هذا المخلوق أيها الأحبة، أطلقوا عليه النار طبعا لنرى هذا المخلوق، هنا مكبر طبعا مئات المرات لأنه لا يرى تماما بالعين، لأنه كائن مجهري يعني يصنف. هذه الصورة بالمجهر الإلكتروني. طبعا هذا الدب الصغير، هذا الكائن، أطلقوا عليه النار لم يمت، سلطوا عليه أشعة نووية لم يمت، أخذوه في رحلات حول الفضاء، منعوا عنه الأكسجين، عرضوه لدرجات حرارة عالية، وضعوه في ماء يغلي لم يتأثر، وضعوه في درجة حرارة قريبة من الصفر المطلق، يعني أقل من 273 درجة تحت الصفر، 273 درجة تحت الصفر، الذرات تتوقف ولكنه تحول إلى أشبه بميت، تحول إلى أشبه بكائن ميت. بمجرد أن وضعوه في الماء من جديد عاد للحياة. سبحان الله. أنا أتذكر معكم هنا أيها الأحبة، الله تعالى عندما قال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها سبحانه وتعالى.